فات ايام من اللي قبليه كنا بنتكلم على برضه كانت في حمله على النادي الاهلي والنادي الاهلي في مشاكل والنادي الاهلي والنادي الاهلي، وكلنا يعني اجتمعنا على كلمه واحده هنا في الاستوديو ان دايما النادي الاهلي عشان هو النقطه المضيئه في الكره المصريه والعربيه والافريقيه لازم كل انظار عليه كلها عليه. وقلت لك دايما الواحد دايما بيبص الحاجه اللي فوق، ف في بعض الناس مش كلها طبعا بيستنوا اي غلطه اي هفوه للنادي الاهلي، لكن هو دايما كده انت قدرك كده، زمان يقول لك كان قدرك تبقى لعيب في النادي الاهلي، عارف ايه قدرك كان في النادي الاهلي؟ أيوه. انك مطلوب تكسب كل الماتشات، مطلوب تكسب كل البطولات اللي بتدخل فيها. المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي من قديم الازل مش موجود مصار. مش موجود، لا صحيح. هو دايما النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول او المركز الاول، المركز الثاني في النادي الاهلي من وانت صغير ما بيتقالش يا ايمن، صحيح ما بيتقالش، ويمكن معظمنا يمكن عاش التجربه دي وانت صغير كده 13 14 سنه ممنوع تقول المركز الثاني، تتكلم على المركز الاول، فده قدرك زي ده قدر اللعيب، قدر المدير الفني ان هو مطالب بكل البطولات اللي يدخلها، مطالب لازم يكسبها وكمان بيطلب حاجه زياده، انا عايز اداء حلو. انت بقى انا بتكلم على افراده، لكن بتكلم بقى على النادي ككيان كبير قوي، ما هو طبعا لازم الناس كلها تبص عليك والناس كلها تبقى مركزه معاك والناس كلها عايزه اي هفوه اي مشكله تحاول توقع فيك. ما انا هقول لك حاجه يا كابتن علاء، يعني هو انت بتقول الناس كلها مين؟ هم عايزين ايه؟ يعني الناس كلها اللي في مجالك او مش مجالك، معنى صح اللي عايزين يقربوا منافس للنادي. يعني ولا ما فيش منافس النادي الاهلي، احترام الكامل لكل الناس، النادي الاهلي ملوش منافس حاجه خالص. ايوه دي خليها على جنب عشان ما نخشش في متاهات وكلام بعيد عن الواقع. النادي الاهلي ملوش منافس في كل حاجه كويس، فدي خليها بعيد شويه، لكن في بعض الناس ايمن مش عايزين النادي الاهلي كده، مش عايزين. يعني دايما في مثل كده كان بيتقال زمان، يقول لك العين مش بتحب تشوف الاحسن منها، صحيح فاهمني؟ فالنادي الاهلي هو اللي دايما واخد العين، واخد الشكل الحلو، واخد كل حاجه حلوه، فاما تحصل مشكله طب ما تيجي نكبر وننفخ في النار وتبقى حاجه جامده جدا، طب وليه؟ لكن ده اللي بيتعمل. ايه بقى المقابل ايه او اللي بيعمله اداره النادي او اللعيبه او ولا حاجه خالص، هو فاصلك تماما، هما بيتصدوا لكل الكلام ده بهدوء واحترام كعاده النادي الاهلي، ولعيبتك زي ما بقول لك قام متعود على كده كتير جدا جدا جدا. اللعيب دايما عندوش غير حاجه واحده بس في حياته في النادي الاهلي، هو ليه حاجه واحده بس، ملعب. صح. اي حاجه بره الملعب هو بعيد كل البعد عنها. ودايما كانت الناس بتحقد على النادي الاهلي او دايما تقول لك ممكن يبقى في مشاكل، ما فيش نادي في العالم ما فيش مشاكل، بس طبعا. في نادي مشاكله بتبقى جوه النادي، جوه غرفه الملابس، ما بتخرجش بره. في انديه ثانيه مشكله قد كده بتلاقي الدنيا كلها قرفتها. انت في النادي الاهلي لا، النادي الاهلي دايما قافل على فرقتك، قافل على مشاكلك، مفيش حته ما فيهاش مشاكل، وبتعرف تتعامل معاها كويس قوي بهدوء، ودايما التعامل مع المشكله والرد عليها على حسب قيمه المشكله. مشكله ما تبقاش كبيره وتلاقي الرد قليل، استحاله في النادي الاهلي كده. في صواب وفي عقاب، بتغلط بتتجازى وبتتجازى صح، عشان في حاجه بس بسيطه قوي، انت في النادي الاهلي بس. صحيح. انت وعرفت انت فين يا ايمن، هتحاول تعمل كل حاجه صح، لانك انت في مكان مختلف عن كل حته رحتها وهتروحها وكنت فيها. النادي الاهلي حاجه تانية خالص، قلعه كده ليها تقاليدها وليها عاداتها وليها سلوكياتها وليها تربيتها وليها كل حاجه، فعشان كده الناس كلها هتفضل تركز معاك في اي حاجه. لكن اللي انا متاكد منه النهارده لعيبتك ولا في دماغك الكلام ده كله، اللعيبه النهارده تركز في حاجه واحده بس، 3 نقاط النهارده عشان خطوه تاني لبطوله الدوري، واطمن جمهوري واطمن على لعيبتي، وان شاء الله النهارده يبقى مكسب واداء كمان. هو كلام مهم جدا طبعا قاله الكابتن علاء ميهوب، نطلع من كابتن علاء ميهوب على الكابتن محمد يوسف، لان الكابتن محمد يوسف كان مدير فني للنادي الاهلي قبل كده، واكيد يا كابتن محمد عدت عليك بعض الاحداث دي، واكيد انت كنت بتحاول اكيد طبعا تفصل اللعيبه عن الاجواء ديت او عن الحملات دي. دور المدير الفني ودور اللعيبه في المواجهات اللي زي دي، يعني طبعا هو زي ما قال الكابتن علاء، يعني هو شرح الموضوع، وانا هضيف كمان احنا متعودين على هذا الموضوع، ومتعودين ان دائما بيثار الاقاويل وكلام كتير، وفي مؤسسات اعلاميه بتقوم على اخبار النادي الاهلي وعلى ما يدور داخل جدران النادي الاهلي، سواء جهاز فني سواء لاعبين سواء اداره سواء قرارات اداريه او حاجات فنيه بالنسبه للفريق الاول. فدي نقطه خلاص اللي اشتغل في النادي الاهلي متعود عليها، ودايما بن 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 يعني بنحاول ان احنا
نجنب الحاجات دي كلها، ما بناخدش منها غير الإيجابي، بنحاول ان احنا ناخد منها الجانب اللي يحفز لعيبة، اللي يحط دوافع للعيبة. دور المدير الفني طبعا لابد ان هو يبقى بالنسبة للاعبين يعني مثال في ايه؟ في حتة انه عدم التأثر بالكلام ده او بالنقد ده او بالاقاويل دي او بالاشاعات دي، لان اللعيبة لما بتلاقي الراجل رقم واحد عادي، الدنيا مش فارقة معاه، كله كلام يعني زي ما بنقول يعني ما يقربش او ما يأثرش على الفرقة، وبالتالي اللاعبين بياخدوا المدير الفني قدوة. النقطة التانية كمان ان يعني لعيبة الاهلي والجهاز الفني بتاع الاهلي خصوصا هم بقى العمليين، هم الناس اللي في المطبخ، هم اللي بيترجموا السياسة العامة بتاعت الفريق، لازم يبقى عندهم حتة يعني الرد. يعني برضو احنا دايما والكابتن علاء اتكلم في الحتة دي وكلنا مثلنا النادي الاهلي، حتة ان احنا دايما ردنا في الملعب، يعني لما بيحصل مثلا نقد او زي ما انت بتقول كده الموجة بتعلى على النادي في جميع المجالات، مش شرط يبقى حاجة فنية، ممكن تبقى حاجة ادارية، ممكن تبقى حاجة عامة ضد النادي الاهلي، لكن اللعيبة بتفصل، اللعيبة بتفصل، ويبقى الرد في ايه؟ الرد من خلال النتائج، الرد من خلال الفوز بالبطولات، الرد من خلال الاداء القوي اللي يمتع جمهور النادي الاهلي. فكل الحاجات دي الرد من خلال النظام والسلوكيات اللي بيظهر بيها دائما فريق النادي الاهلي قدام الملايين على الشاشه في الملعب، كل الحاجات دي النادي الاهلي بيرد بيها حتى في علاجه، على علاجه في المواقف المختلفه والمشاكل المختلفه اللي بتقابله. خلي بالك فريق كره قدم في العالم كله، في العالم اديك شايفين برشلونه وبايرن وكل الفرق بتمر بمشاكل، اكيد عندها مشاكل لما بيبقى عندك 25 عنصر بيشتغلوا مع بعض وجهاز فني كمان حوالي بتاع 15، ادي 40 جهاز اداري وطب، ممكن تخش لك طبيعي جدا، طبيعي جدا 60 70 واحد بيتقابلوا كل يوم بيتعاملوا مع بعض في معاملات مختلفه، بيتعاملوا مع بعض في مواضيع مختلفه، كلهم في مجاله، اكيد هيحصل خلافات، اكيد صحيح. هيحصل اختلاف وجهات النظر، اكيد حاجات كتيره هتحصل، لكن هنا بقى يجي موقف الإدارة، موقف السلوكيات، موقف المبادئ والقيم والأسس بتاعت النادي الأهلي بتبان في الحاجات دي. عشان كده هو النادي الأهلي متفوق، عشان كده النادي الأهلي دايما هو رقم واحد، عشان كده زي ما قال الكابتن علاء رقم اتنين عند النادي الأهلي ما تعرفهاش، احنا كسبانين 41 دوري والسنة دي إن شاء الله يبقى 42، إنما كم مرة لو احنا سألنا بعض كم مرة النادي الأهلي طلع التاني خد مركز تاني؟ مش لنا ولا حد فينا هيفتكر. مزبوط. احنا بنفتكر ايه؟ بنعد بس المركز الاول او البطولات. خدنا كاس مصر 36 تقريبا على ما اتذكر متهيألي، يعني فانا زي يعني بقول لك بنعد البطولات بس، ما بنعدش المركز التاني ولا التالت ولا وصيف ولا الكلام ده. ولو حتى في خلافات، والخلافات دي موجوده في كل حته في العالم، يعني مش عايز اقول في كل الانديه بس، ولكن في كل حته في العالم، ولكن الخلافات في النادي الاهلي لا تؤثر على مسيرة الفريق. كابتن عادل، بنشوف ان الحرب يوم بعد يوم بتزداد شراسة على النادي الاهلي. هو ده طبيعي وكان موجود قبل كده بس ما كانش واضح. بمعنى ان كل يوم في وسائل جديدة لنشر الاخبار. ممكن قبل كده كان في صعوبة شوية ان الاخبار تبقى متداولة او تبقى تنتشر بسرعة. خلينا منطقيين ان احنا في اخر 4-5 سنين، ما بعد 2011 يعني، بس زادت قوي في اخر 4-5 سنين، ان الاخبار بقت تنتشر بسهوله وبقت مصادرها كتير، ودي حاجه برضو من الحاجات المهمه. مش هقول ان هي خطر طبعا، ولكن برضو لازم يكون ليها حلول. السوشيال ميديا هي السبب. السوشيال ميديا طبعا. فده يعني خلاص ده واقع، وخلاص احنا عايشين، ما حدش يقدر يعيش من غير السوشيال ميديا. فطبيعي انت وانت قاعد بيجي لك حاجه على موبايلك، ممكن حد بيقول عليك حاجه في مكان تاني خلاص هيجي لك على الموبايل. الاول كانت الامور شويه صعبه، ان اي حاجه بتحصل بتاخد وقت كبير جدا عشان تطلع، ولو في مشكله بتحصل ان الاهلي كان اهم حاجه فيه ان المشكله دي عشان تطلع ممكن تطلع بعد 10 سنين مثلا، ممكن بعد. وهو جمهور النادي الاهلي بيتاثر بكلام السوشيال ميديا؟ لا، ما خلينا منطقيين، اللعيبه بتتاثر بالسوشيال ميديا وممكن مدرب يتأثر بالسوشيال ميديا، فده شيء طبيعي، احنا بشر، احنا مش ملايكه، احنا بشر. بس انا بتكلم في نقطه، طالما انا عارف ان في هدف او في حاجه بتترتب لي، لازم انا اكون عندي حذر. مهم جدا ان انا يكون عندي حذر، ما ينفعش ان انا طول الوقت
ابقى بتعامل ان انا لا انا عارف ان في حد بيحاربني، فبالتالي لازم يكون عندي احتياطات لده. بمعنى ان لازم كل الناس تفكر بنفس الطريقه. بمعنى ايه تاني؟ بمعنى ان ما ينفعش الناس كلها تشتغل في اتجاه وتلاقي عنصر صغير في الفريق او في المنظومه كلها يفكر في اتجاه تاني ان هو اتجاه فردي. دلوقتي التفكير اتجاه جماعي، لازم دلوقتي الفكر لازم يبقى فكر جماعي. بمعنى زي ما كابتن علاء قال وكابتن يوسف قال، حته ان احنا تركيز جوه الملعب دي موجوده طول عمرها عندنا ومش هتغير، وده شيء يعني ما حدش يقدر يزايد عليه، مش هيتغير. ولكن في حاجات لازم تتحط جنبها شويه ان احنا نقدر نعالج او نقدر نتجنب الضغوط اللي احنا بنقابلها. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه لازم يعني اول حاجه اول عناصر المنظومه دي اللعيبه. اللعيبه لازم يبقى فيه سيب مش 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 مع ضد الناس انا بتقعد تقول لا لازم يلتزموا ولازم ينضبطوا، هم لعيبه ملتزمه ومنضبطه، ولكن في حاجات صغيره لو اتعالجت اعتقد الامور هتبقى احسن وهيتقفل على اللعيبه اكتر. الحاجات اللي موجوده على التواصل بعد اذنك، زي ما احنا شايفين على الشاشه وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه. توفيق ان شاء الله. مهم جدا ان احنا نقفل مش نقفل على نفسنا، دي برضو ليها مليون طريقه. دلوقتي السوشيال ميديا انا ممكن صحفي يستفزك على السوشيال ميديا كلعيب وممكن يوصلك بمسج على الواتساب بتاعك، ممكن في مليون طريقه. فمهم جدا اول عناصر المنظومه، طبعا الاداره بتحاول تعمل اقصى مجهود عندها، الجهاز الفني والاداري بيشتغل، ده برضو بيحاول يوصل لاقصى حاجه، بس برضو اللعيب عنصر من عناصر المنظومه. بمعنى ان اللعيب برضو لازم يبقى فكره زي فكر المدرب زي فكر الاداره، وهو ده اتربينا عليه طول عمرنا في النادي الاهلي. اللعيب بيبص كابتن يوسف قالها في وسط كلامه ان اللعيب بيتاثر بمدربه. فمدربك مركز والاداره بتاعتك مركزه والناس كلها بتشتغل في اتجاه ان هي ماشيين في تراك واحد ولازم نمشي فيه كلنا، يبقى اللعيبه كلها لازم تمشي في نفس الاتجاه. انا مش بلوم على لعيب بعينه، ولكن مهم جدا في الوقت ده اول حاجه الكلام يقل. اول حاجه بتحصل في الوقت الزحمه والدوشه والحاجات دي لازم الكلام يقل. تاني حاجه انا كلعيب ليا دورين، ليا دور فردي وليا دور جماعي. الدور الفردي اللي هو سلوكياتي انا، سلوكياتي الفرديه لازم اتحكم فيها بشكل كويس جدا. لازم ابقى ادخل جوه المنظومه الجماعيه. الدور الجماعي بتاعه ان هو ينفذ المطلوب منه على مستوى الجماعه، اذا كان في رولز بتتحط، في قواعد محطوطه للفريق، في لائحه، في كل حاجه، لازم الحاجات دي لازم تتطبق. وانا شايف ان احنا محتاجين دلوقتي للعيبه محتاجين برضو ان احنا في حاجات لازم يشربوها تاني. محتاجين مش هقول نسيوها بس لا محتاجين نذكرها تاني، ومش عيب. احنا بنقع في نقطه انا شايف ان المدربين كتير، في مدربين كتير بيقعوا فيها، وفي حاجات كتير جدا في الاداره اخطاء بنقع فيها، ان احنا ساعات ما بنوصلش المسج كامله للعيب. بنخاف اللعيب ده تهرب منه، او بنخاف اللعيب ده ما يفهمش المسج غلط. مش مشكله، كده كده مسج قويه لازم توصل وتتفهم، ولازم يمشي على واللعيب يمشي على ده. فدي نقطه مهمه جدا، لازم المنظومه كلها تشتغل كرجل واحد. ما ينفعش ان انا كلنا احنا الخمسه موجودين وانا بفكر في فكر تاني خالص، انت احيانا بتفكر في المباراه وانا بفكر في حاجه تانيه خالص. لازم كلنا تفكيرنا واحد. ومهم جدا طالما احنا عارفين ان في انا بتحارب، يبقى لازم نتحد ولازم الكلام يقل جدا جدا والعطاء يزيد جوه الملعب. انا شايف كده، لكن مش هنفضل طول الوقت نقول ان احنا بنتحارب، بس لازم انا اكون ليا دور. لازم افصل بقى خالص، ولازم افصل حتى عن التواصل مع الناس. كابتن هاني، كابتن عادل اثار نقطه مهمه جدا، وهي ان بيبقى في جلسات بين المدير الفني وبين المدربين وبين اللعيبه وبين لعيبه بعضها. انت يمكن كنت لحد فتره بسيطه جدا في الملعب، وقريب الفتره دي يمكن من الجمهور شويه. لو انت عايز تقول نصيحه للاعيبه النادي الاهلي في الفتره دي يعملوا ايه بالظبط؟ اول حاجه كابتن ايمن ان هو يفصل اول ما ينزل الملعب باي حاجه تانية خالص. يعني احنا يعني كلاعيبه ايام ما كنا موجودين في الملعب، الكابتن يوسف والكابتن علاء طبعا اكيد عارف حاجه زي دي. اي مدرب يا كابتن ايمن يجي مثلا يتكلم معاك لما يكون عليك مثلا ضغط من الجمهور او ضغط من السوشيال ميديا او ضغط من اي حد مثلا صحفي او حاجه، يجي يقول لك اول ما تنزل الملعب الغي حياتك الشخصيه والغي كل حاجه، ما تفكرش في اي حاجه عشان ما ياثرش بالسلب عليك في الملعب. يعني دي الحاجه اللي انا فاكرها اللي كانت مهمه، ودي اللي كانت بتحصل لي دايما. يعني انا دايما ايام ما كنت بلعب
ايام ما كنت موجود في الملعب كانت بتحصل لي كتير، كان بيحصل لي انتقادات كتير وبتوصل للسب والكلام ده، بس خلاص انا من طبعي ان انا بنزل خلاص، اللي يشتم يشتم واللي يتعامل واللي عايز يقول حاجه يقولها على السوشيال ما فيش اي مشاكل، بس انا بنزل الملعب خلاص، ما دام نزلت الملعب لازم اقفل على نفسي وما افكرش في اي حاجه ولا حتى بيتي ولا اولادي، خلاص ده اكل عيشي، لو ما ركزتش في الملعب اول ما انزل الملعب ما ركزتش في شغلي اكيد هتوتر واكيد هظهر بشكل مش كويس ولكن في حاله وجود خلافات يعني لا قدر الله، يعني هو الخلافات دايما موجوده، خلافات بين اللعيبه وبعضها، احنا تعودنا في النادي الاهلي اكيد في خلافات، ولكن بتنتهي بمجرد اعتذار الشخص للاخر او انها تعدي وخلاص مفيش مشاكل، المهم ما تاثرش علينا. بالظبط يا كابتن، بالظبط، مفيش نادي في العالم او مفيش لعيبه في العالم، مفيش اوضه في العالم ما بيحصلش فيها مشاكل، يعني ده طبيعي، احنا بشر وبنغلط وبنهزر مع بعض وكلنا بنبقى سننا قريب من بعض، وطبيعي ان انت مثلا ممكن تقول كلمه او تقول حاجه زميلي ما يتقبلهاش فيحصل مشكله، فده وارد. الفكره زي ما انت حضرتك قلت ان انت خلاص ما دام في ان انت تعتذر، ان انت تقول ان انا اسف، دي خلاص الموضوع يكون خلاص الموضوع اتقفل وانتهى وتركز في شغلك ومفيش اي حاجه خالص. بس انا طبعا انا عايز اتكلم بس في نقطه كابتن ايمن، وتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، ان طبعا عايز اتكلم على موضوع كهرباء بالاخص، يعني ان الموضوع ما خرجش، الناس بيقولوا ان الموضوع خرج والاخبار كلها بتخرج من النادي الاهلي والكلام ده، لا، الاخبار لما بتخرج من مجلس اداره كابتن ايمن، ما بتخرجش من لعيب او بتخرج من مثلا حد من الجهاز الفني او من حد من غرفه الملابس، لا، بتخرج بتطلع بقرار، فدي بالزبط. ميزه يعني، دي ميزه ما حدش واخد باله منها، ده مبدا في التعامل، بالزبط. يعني الشفافيه بالزبط. مبدا في التعامل، ودي مش اول مره تحصل، يعني حصلت مع موضوع رمضان صبحي لما طبعا حصل الخلاف على لما كان في قاعده طبعا وكلنا عارفين اللي حصل والمفاوضات والكلام ده كله، لو جيت تلاحظ ان القرار طلع من مجلس اداره النادي الاهلي او من المركز الاعلامي للنادي الاهلي، مش اللعيب ولا النادي المنافس اللي رمضان راح له، يعني دي حاجه برضو تحسب للنادي الاهلي عشان ما حدش او ما يدوش مساحه للناس ان هي تمسك حاجه على النادي او تقول ان في مشاكل في النادي الاهلي زي ما بيتقال دلوقتي، لا، النادي الاهلي فيش مشاكل، طبيعي ان اي ولد، قصدي اي لاعب بيحصل مشكله مع زميله، طبيعي ان وبتتلم زي ما حضرتك قلت، بيحصل مشكله يعني الميزه ان النادي الاهلي ما بتطلعش زي ما انا قلت، بتطلع عن طريق الناس المختصه في النادي، ودي حاجه طبعا تحسب للنادي ومركز الاداره. واحنا شفنا كهربا واعتذر في فيديو يمكن واتشاف النهارده، وانا عايز اقول حاجه لكهربا، لان هو كهربا ابن من ابناء النادي الاهلي، وطول عمر النادي الاهلي بيبقى واقف ورا اولاده، حتى لو اخطاوا ان كانت العقوبه شايفينها مثلا جامده شويه، ولكن العقوبه زي ما قال الكابتن علاء ميهوب على حجم الخطا، الخطا كبير، الاهلي ما بيذبحش ولكن بيحنوا برضو على اولاده، وعشان كده هو يمكن العقوبه الناس شايفاها انها يعني زايده عن الحد شويه، ولكن كهربا تقبل وطلع وقدم اعتذار وكل المنظومه قبلت اعتذاره، وانا شايف ان كهربا ابن من ابناء النادي الاهلي، كلنا وراه في الفتره اللي جايه، ولكن الكوره الان في ملعب كهربا، يعني للاسف ارتبطت بكهربا حاجات كتير، ولكن الفتره اللي جايه محتاجه من كهربا تركيز، فكر بس في النادي الاهلي، فكر زي ما قال الكابتن علاء ميهوب في الملعب بس، وكل الجمهور النادي الاهلي وكل زمايلك في النادي الاهلي يا كهربا منتظرين منك الكثير والكثير. هنكمل كلامنا مع نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي النهارده، ولكن هنطلع نشوف تقرير عن مباراه الاهلي وادي دجله.